هل الجوزاء متناغم مع أجواء الفلك بالأسبوع الأول من شهر تموز يوليو جولاي 2022؟ عزيزي الجوزاء، تبحث أمر مادي ملح بأول هالأسبوع أو أول هالشهر، يعني الجمعة 1، بس ما في مجال للقلق بما يتعلق بشأن مهني غالي على قلبك. بتتباهى بإنجاز كبير بتأديه بين السبت 2 والأحد 3، ويمكن تكون هيك حلالك إنك تبقى مع الحبيب لحالكن، بتزدهر العواطف، بصير شي جديد على الصعيد العاطفي، تلتقي بمن تحب، تتصل فيه أو بيتصل فيك وبالجو حديث طويل طويل ويمكن بعض الوعود. بس حاذر من مضايقات أو من تعسر بعض المشاريع أو من مزاج متعكر بين التنين 4 والثلاثة 5. ما تعول على هاليومين وما تنطر منهم شيء. أما إذا أردت أنك تقوم بمبادرة أو توسع المشاريع أو تعقد اجتماع عمل مثلاً، عمول هالشي بين 4/6 والجمعة 8. هالثلاث أيام منيح، حافلين بمستجدات مناسبين جدا لإلك، بيحملوا لك بعض الآفاق الحلوة ويمكن مفاجأة تكون على قد أحلامك. أما الأسبوع الجاي فبيحمل لك خيار دقيق جدا، بخبرك عنه الأسبوع الجاي.